ورسم المبادره اللي كنت بتاخده على مش عارف ايه، والشركات اللي بتخدم على الفنادق والكلام كل ده وقف، الطيارات مصر الطيران ده وقف، فكل ده معناه ضياع ايرادات. حتى الضرائب العاديه، لانه الشركات بقت عندها ازمه سيوله، بقت عندها محلات كتيره قافله، وبالتالي هيدفع قيمه مضافه عليه، ما هو قافل يعني، المطاعم قافله، الكافيهات قافله، المحلات العاديه برضو قافله، لبس وغيره كله كان قافل، فكله كان هتاخد منه ايه؟ هو يعني حتى لو عنده سيوله ومفروض يدفع ضرائب، مش يعني هو معذور. خسرت قد ايه سيادة الوزير من الحصيله دي؟ قد اللي هي كام؟ يعني انا تقديراتي ان احنا يعني حوالي 125 ل 130 مليار مجوش. من 125 ل 130 مليار. مجوش. لكن على الجانب الاخر بالنسبه للمصروفات، لا، في مصروفات طبعا كان لازم نصرف اكتر لبعض القطاعات، على سبيل المثال الصحه كان لازم نصرف اكتر، السلع الغذائيه والقمح والكلام ده كان لازم نصرف اكتر، الامن بتاع مصر كان لازم نصرف اكتر، لان كان في حظر تجول وقوات بتبقى موجوده في الشارع والكلام ده، كل ده انفاق، فبرضه كان لازم نصرف اكتر. لازم نصرف اكتر على اساس انه ندعم الناس اللي هي تضررت، فقلنا نعمل بتاعه العماله الغير منتظمه، يعني مثلا بقدر الله 3 مليار جنيه، مصر الطيران ادناها 2 مليار جنيه قرض، وهتحتاج اكتر يمكن برضو في حدود 3 مليار. السياحه عملنا لها ضمانه ب 3 مليار جنيه للشركات السياحه، المصدرين ادناهم سيوله علشان يعني دعم الصادرات، نوفر سيوله ليهم عشان محتاج سيوله، واخد بالك في الظروف ديت. خدنا شويه اجراءات، تخفيض سعر الغاز حوالي 5 مليار جنيه تكلفه على الخزانه، تخفيض سعر الكهرباء للمصانع، غاز والكهرباء للمصانع برضه 5 مليار حوالي 10 مليار. خدنا مبادرات يعني ارجاء سداد الضرائب وتقسيط بعضها، فعملنا مبادرات عديده كان هدفنا ان احنا نبقى مع يعني الضريبه العقاريه، قلنا القطاع السياحه دوت مش هندفعه ضريبه عقاريه، يعني كل ده ايرادات كانت المفروض تيجي للدوله، لا ما جاتش. انفاق زياده لمجابهه الظروف ديت، لكن مره ثانيه الحمد لله رب العالمين ان جه حاجات بعد ما عدينا الاصلاح الاقتصادي القاسي جدا اللي مرينا بيه في مصر. هل اجتزنا مرحله الخطر؟ نقدر نقول كده كوزير الماليه تقدر سيادتك تقول؟ انا دايما بقول انه في عندك لما بيحصل زلزال ثلاث مراحل، المرحله الاولى وانت في قلب الزلزال، والمرحله الثانيه يعني توابع. اول ما الزلزال يقف فبتبدا الناس تبص على يعني مين اللي عايش ومين اللي ميت، وايه اللي اتدشدش وايه اللي اتكسر وايه اللي مش عارف ايه، وفي مرحله توابع الزلزال، لانه مش معنى ان الزلزال وقف انه معاك، لا هيبقى فيه ليه توابع، فانت لازم تكون. فانا بتهيألي انه من وجهه نظري الزلزال مازال شغال، الزلزال مازال شغال، فيعني ما تقدرش تحصل الخسائر دلوقتي، دي نمره واحد. نمره اثنين، ولانه شغال ولانك مش قادر تحصل الخسائر دلوقتي، فلازم تنتظر كمان بعد ما يقف هو ايه التوابع بتاعتها ايه. ولذلك يعني بعض بيكتبوا في المواضيع المرتبطه بالاقتصاد، قال لك المشكله مش في الزلزال، المشكله لما الزلزال يقف. ليه؟ هتبدا تحصل الخسائر، انت في وسط الزلزال كله بيطالبك اصرف اصرف اصرف، بس اول ما الزلزال يقف بقى اللي انت صرفته ده انت صرفته بالدين، صرفته بالدين، تعالى بقى سدد، سدد، تعالى بقى سدد الدين ده وفوائده. مين اللي هيسدد؟ ما هو دي النقطه، النقطه انه هتحمل عبء الزلزال ده وعبء الكارثه دي على اجيال. ما هو النهارده الجيل الحالي دوت ما هو بيسدد اللي حصل من عشرات السنين نتيجه انك ما عملتش اي اصلاح. فلما ما عملتش اي اصلاح الدنيا اتلخبطت،
لغايه ما وصلنا ان لابد نعمل اصلاح قاسي قاسي بس عاوزين نركض بلدنا. فالجيل ده تحمل طبعا نتائج الاصلاح اللي ما تعملش على مدار عشرات عشرات السنين. فهي نفس الوضع، انت في وسط الزلزال دلوقتي. انت في وسط الزلزال دلوقتي. هو الجيل اللي موجود ده غلبان قوي، هو بيدفع ثمن كل حاجه، بيحاسب على كل الفواتير. بس انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني برضه هقول لحضرتك، يعني ما هو الجيل اللي حضر فتره النكسه ما بين 67 و73 وبعد 73 برضه كان جيل غلبان قوي قوي، لانه تحمل اعباء بظروف معينه. هي اقدار، هي اقدار. بس الحمد لله، الحمد لله ربنا كرمنا انه يعني رغم الازمه القاسيه على العالم كله، انما ربنا كرمنا كرم كبير جدا انه كانت ظروفنا نقدر نتحمل انه يعني اهلنا ومواطنينا الامور مشيت يعني الى حد ما. لان انا عارف طبعا ان في مواطنين نتيجه القهوه اتقفلت والكافيه اتقفل والمطعم اتقفل والمحل اللي بيبيع شويه ملابس اتقفل وبتاع، فطبعا ده اثر بالضرر على العماله دي كلها. ولكن الحاجه اللي بقول عليها انه ربنا كرمنا بانه السلع متوفره، الاسعار معقوله، قدرنا نساعد بعض القطاعات عشان تحافظ على العماله بتاعتها وتصرف لها مرتبات. خش بلاك زي بتاع العماله الغير مبسوطه، والقدره ان احنا نقدر نخش ونتفاعل مع هذه الكارثه وهذه الازمه بطريقه خففت من وقت الازمه. واخد بالك؟ فدي نعمه من عند ربنا كبيره جدا، الحمد لله رب العالمين. سياده الوزير، انفقت سيادتك قد ايه من 100 مليار اللي سياده الرئيس اتكلم عليهم؟ هذه المبادرات اللي سيادتك اتكلمت عليها دلوقتي تقريبا قد ايه؟ في حدود 62 مليار. 62 مليار. 62 مليار. القطاع الاكثر الصحه